ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الفيديو بتاعنا بيتكلم النهارده عن طريق شرم الشيخ الجديد، وعايزين نشارككم التجربه اللي احنا قمنا بيها وايه اللي حصل معانا، وانتم مش عايزينكم تقعوا فيه، فتابعونا بقى وتعالوا تشوفوا معانا ايه اللي هيحصل واحنا مسافرين. زي ما انتم شايفين، بعد ما عدينا بوابات شرم وعدينا الكمين يعني بحوالي مثلا 10 دقايق كده ماشي بالعربيه، قربنا خلاص ندخل على المدخل بتاع الطريق الجديد. شايفين اهوت بنزينة، بس طبعا لسه مفيش اي حاجة اشتغلت خالص. ده اللي كنا بنكلمكم عليه، ان في كذا بنزينة بس لسه ما اشتغلوش، لسه ما كملوش. هناخد بالنا بقى من الموضوع دوت، هيبقى مطورين الطريق. اهو الطريق لسه قدامنا، اهو كل حاجة لسه جديدة في الطريق. شايفين اهو احنا كده خلاص خارجين من الطريق، والساعة دلوقتي بقت 1:30، يعني احنا اخدنا حوالي ساعتين في الطريق. الطريق حلو جدا زي ما قلت لكم، دايركت على طول، واحنا كنا ماشيين بسرعة حوالي 140، علشان اللي بيمشي بسرعة اقل من كده يعرف يحدد اذا كان الطريق مناسب ليه ويعرف هيوصل قد ايه، واللي بيمشي برضه بسرعة اعلى من كده برضه يبقى عارف الطريق هياخد معاه قد ايه. احنا حبينا بس نعرفكم ان الطريق حلو وان الطريق شغال وامشوا عليه ما تخافوش، بس زي ما قلت لكم خدوا بالكم من حته البنزين، ويا ريت تمشوا عليه بالنهار عشان هو لسه ما فيش خدمات. واحنا دلوقتي خارجين على كمين عين موسى، وبعد كده خلاص يا دوبك 10 دقايق وندخل النفق.